السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن كيفية إنشاء الإيميلات من خلال لوحة تحكم السيبانل بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة بندخل على لوحة السيبانل من خلال اليوزر نيم والباسورد اللي عندنا. بعد كده بننزل بنلاقي هنا لوحة التحكم مقسمة إلى عدة تقسيمات. لإنشاء الإيميلات هنضغط على إيميل أكاونت، هيفتح لنا إن هنا مفيش أي إيميلات تم إنشائها سابقا. لإنشاء أي إيميل جديد هنضغط على كرييت، ومن هنا هنكتب اسم الإيميل المطلوب إنشاؤه الأول اسم بالظبط، وليكن مثلا عايزين نعمل إنفو، عايزين نعمل سيلز، تمام، عايزين نعمل سيو وهكذا. تمام، إحنا الآن هننشئ إيميل إنفو، تمام، وهو بيكمل اسم الإيميل الباقي أوتوماتيك، يعني هو بيكون إنفو آت واسم الدومين الموجود عندنا. ده بالنسبة للاسم. بعد كده بنيجي هنا بنعمل الباسورد، يفضل طبعا ان احنا نعمل جنريت للباسورد بحيث ان هو ينشئ باسورد قوي بشكل قوي بدون ما احنا اللي نعمل الاسم الباسورد. لو حابين ان احنا نكتب الباسورد بنفسنا ممكن نبدأ احنا نكتب الاسم بنفسنا، تمام، ايا كان الاسم بدون اي مشكلة، بس نتأكد ان الاسم او الباسورد اللي كتبناه هيوصل للعلامة الخضراء ده بحيث ان هو يكون امن من اختراق الايميل بدون اي مشكلة، تمام، او نعمل جنريت زي ما قلنا وناخد الباسورد هنا كوبي ونحفظه في اي مكان عندنا على الجهاز بحيث ان احنا نقدر نرجع له في اي وقت بعد كده، تمام، ثم نضغط على كرييت. لحظات بيحمل معانا الايميل، وبعدها بيجي لي ان هو تم انشاء الايميل واصبح بالاسم اللي قدامنا ده، تمام. اقدر من خلال تشيك ايميل هنا ادخل على الايميل بدون اي مشكله، هضغط هنا اوبن بس، تمام، ولحظات وبيفتح معايا الايميل وابدا ان انا اعمل ارسال واستقبال للايميلات عندي بدون اي مشكله من خلال لوحه التحكم الخاصه بالايميل. عندنا هنا رساله مستلمه كرساله اوتوماتيك من السيستم، تمام، فيها الايميل وفيه الباسورد بتاع الايميل والمعلومات الخاصه بيه. اقدر من هنا اعمل كومبوز كمان واعمل ارسال رساله، اكتب هنا اسم الايميل اللي هرسله السبجكت، وابدا من هنا اكتب الرساله بتاعتي اللي انا حابب انشئها، وخلال ما اخده العلامه اللي هنا اقدر اعمل تنسيق للايميل اللي انا حابب ارسله، تمام. كذلك لو في صوره اقدر ارفقها او ملفات كذلك من خلال هنا الصوره، تمام، اقدر ارفقها بدون اي مشكله هنا. وبعد كده اخلص الرساله واضغط على سند هيتم الارسال للرساله. لو حابب ان انا اعمل حذف لاي ايميل عندي انا انشاته برضو في اي وقت، بدخل على الايميل من خلال مانج، لو محتاج اغير الباسورد بتاعه بغير الباسورد من هنا، تمام، او اقدر انزل هنا تحت واعمل على ديليت ايميل اكاونت ثم ديليت، في النهاية بلاقي ان هو تم مسح الايميل بدون اي مشكلة عندي. كده تم شرح كيفية انشاء الايميل ومسحه واستقبال وارسال الايميلات بدون مشكلة. شكرا.